فاولا بغيت غير نوضح بانه الحرائق ماشي اول مره كتوقع في بلادنا، عندنا المعطيات ديال 60 سنه وكل عام كاين يعني حرائق، وكل عام كاين يعني تدخل والقضاء عليها والاحتواء ديالها. الحرائق ديال هذا العام هي بكل المقاييس استثنائيه، لا بالنسبه للعدد ديال البؤر لا بالنسبه للحجم ديال هذا البؤر. ولكن هذا مهم جدا كاع الملاحظات ديالكم، مي خصنا نعرفوا اولا باش نقارنوا بلادنا فين كتموقع بالنسبه لهذا الموضوع. خصنا نشوفوا ما يقع شمال البحر الابيض المتوسط، كل عشيه كتسمعوا شنو كاين في اسبانيا وفي فرنسا لي لا جيروند باقي عاد كتحرق. فرنسا عندها 9 ديال كنادير، المغرب ان شاء الله غيكون عندها 8. قوه ديال التدخل هي قوة كيضر يضربوا بها المثل، وخصني نقولها ونعاودها. وانا ندعوكم وانا من هنا يعني نعرض عليكم باش تجيو وتشوفوا المركز ديال هذا التدخل اللي راه هو في الرباط، وتشوفوا كيفاش يمكن هذا التنسيق اللي كاين مع جميع المتدخلين كيدار في وقت واحد في ساعة من ملي اندلعت الحريق، اندلع الحريق ديال 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 العرائش. ساعة ساعة في ذيك الساعة كان كل شيء يعني داخل في المعركه، وكنا كنتبعوا ذاك الشيء خطوه بخطوه مع السيد رئيس الحكومه. ونهار اللي بان باش خصنا يمكننا نديروا زياره للميدان، نهار الاثنين اخر بؤره اللي قضوا عليها، مشينا للميدان باش نشوفوا يعني هذه الخسائر، وتلاقينا مع الساكنه ومع الفرق ديال التدخل.